يبدو أن بعضا من الناس حين يدرسون القضية الحسينية يتصورون أو يتوهمون هذا الأمر، أن البلية وقعت بسبب قلة من مع الحسين عليه السلام وكثرة من مع يزيد وابن زياد، وأنه لو لم يكن الأمر هكذا، أي لو افترضنا أن من كان مع الحسين أكثر لما قتل الحسين واستشهد. البعض قد يتوهمون الأمر هكذا بحسب التحليل السطحي الظاهر للأحداث، لكن الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول كما مرت معنا الرواية في صدر البحث؟ قال: لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كلهم، كل أهل الأرض. لو افترضنا كل أهل الأرض، مو الكوفة فقط، كل أهل الأرض جاءوا عند جيش بالملايين الإمام الحسين عليه السلام، أيضا لكانوا كلهم قد قتلوا، كتب عليهم القتال، خلص كتب عليهم الموت. ليش هذا؟ أولا، كيف نتأكد من هذه الحقيقة؟ لما نرجع إلى الروايات نتأكد. نحن نعلم أن كل إمام معصوم له وصية مختومة، هذه الوصية أنزلها جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، سلمه وصايا مختومة هالشكل، شوف هالشكل، هالشكل تكون مختومة، هذا لرسول الله يفتحها، هاي من الله، يعمل يقرأ يشوف شنو أكو فيها تعليمات، يقرأ ينفذ. الثانية لعلي بن أبي طالب، يقرأ لما يجي زمانه يفتح هذه ينفذ، وهكذا كل إمام معصوم إلى إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل واحد له وصية، هذه من مواريث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. رواياتنا ماذا تقول كما في الكافي الشريف؟ أنه لما جاء زمان إمامة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فتح الحسين الخاتم الثالث، الوصية الثالثة، هو الإمام الثالث، فوجد فيها في الصحيفة: أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. يعني الهدف الاستذباح، أنت تخرج للشهادة، هذا الهدف. فحتى لو كان معه الملايين بهذه النوعية من شرطة الخميس الذين تشارطوا على الموت، فمعنى ذلك كل واحد منهم ما نقول ما راح يقاتل، راح يقاتل شيئا ما وثم يمد رقبته للسيف، لأنه يقول أنا جاي لهذا، أنا جاي من أجل أن أستشهد، ما عندي هدف آخر. الآن ما وراء هذه الشهادة ما هو؟ إحداث المائز كما علمناكم من ذي قبل، ما بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بحيث هذا المائز في سماء الاعتبار يتحول إلى أرض الواقع على طول الخط وفي كل الأعصار. إحنا بسبب شهادة الحسين ومن كان مع الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا، هنالك مائز نميز فيه ما بين الحق والباطل. ما اشتبهنا لا في أمر معاوية ويزيد، ولا في أمر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا من لف لفهم، ولا ما ترتب على مجيئهم من ديانة ومذهب باطل. ليش؟ بسبب هذا الوقود الحسيني إنجاز التعبير.
لولا أن الحسين استشهد لما فكرنا في أسباب شهادته، ولما توصلنا إلى ظلم من ظلمه وأنهم محرفون للإسلام، ثم لما توصلنا لمن مهد لهم كل هذا وأسس أساس الظلم والجور فرفضناهم جميعا. كم شخصا سمعتموهم لما يعرضون علينا قصة تشيعهم في القناة يقولون إنما تشيعنا وكان مفتتح الطريق قصة الحسين عليه السلام وما جرى عليه. هذا هو الهدف. اخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. إذن حتى لو بلغوا الملايين كانوا سيقتلون جميعا لأنهم جاءوا لهذا الهدف فقط، ما عندهم هدف آخر. ولهذا كان الحسين صلوات الله عليه خلافا لكل القادة العسكريين الذين عرفهم التاريخ ولكل القادة الثوريين الذين عرفهم التاريخ، كان يطرد ولا يجذب. هذا عجيب. هذا كل قائد ثورة يحاول يجذب المزيد من الأتباع، من الأنصار، من المقاتلين، من الجنود، صحيح أم لا؟ لأنه يريد أن ينتصر. الحسين كان على خلاف هذه الصفة. طول الطريق من مكة إلى كربلاء المقدسة وهو يطرد يطرد يطرد، لا بشكل مباشر، بشكل غير مباشر. يعني يجي دائما مع هؤلاء الذين التحقوا به يقول لهم ترى أنا رايح للشهادة، رايح للموت، ترى أفضل لكم تروحون، اتركوني أنتم في حيل. مثلا في مقتل الخوارزمي يقول أن الحسين عليه السلام قال لهم فمن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف من غير حرج وليس عليه منا ذمام. يقول فتفرق الناس وأخذوا يمينا وشمالا. ترى هو طول الطريق إلى أواخر الأيام، ترى إلى أواخر الأيام الحسين خرج معه أكثر من 1000، وهذا يروح وذاك يروح. في البداية خرجوا تصوروا أن هنالك يعني شيء دنيوي ممكن أن يتحقق من هذا المسير. فيوم عن يوم بدأوا ينتبهون أنه لا يا بل الأمور مو هكذا، وأنه إحنا ما رايحين لشيء غير الموت، يعني ماكو شيء آخر. فكانوا يتفرقون يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من مكة الخلص، وإنما أراد أن لا يصحبه إنسان إلا على بصيرة. هذا الذي أراده الحسين عليه السلام، أراد النوعية للكمية، أراد هؤلاء الذين هم على بصيرة شرطة الخميس، هذه النوعية العجيبة التي لا مثيل لها في التاريخ. أين تجد مثل أنصار الحسين وأصحابه؟ ما موجود أبدا. نوعية كما يقول عنها زين العابدين عليه السلام ويصف صفاتها كما في الخرائج والجرائح للراوندي. زين العابدين عليه السلام هو يحكي ماذا جرى في ليلة العاشر من محرم. يقول لما كانت الليلة التي قتل فيها الحسين عليه السلام في صبيحتها قام في أصحابه فقال عليه السلام إن هؤلاء يريدونني دونكم. مشكلة السلطة الحاكمة معي أنا شخصيا، أنا الحسين بن علي، لا معكم أنتم، ولو قتلوني لم يقبلوا إليكم، فالنجاء النجاء وأنتم في حل، فإنكم إن أصبحتم معي قتلتم كلكم. هذا شوف آخر إنذار وآخر اختبار ليلة العاشر
طوال الطريق من مكة إلى المدينة الإمام عليه السلام يعبر عن هذا المعنى، فكان يتفرق منا جماعة إلى اليمين جماعة إلى الشمال طول الطريق وعلى مدى الأيام. هذا إلى أن بقي في هذه الصفوة فقط ليلة العاشر هم أعطاهم البلاغ الأخير، قالوا روحوا انجوا بعد انجوا بأنفسكم. بماذا ردوا عليه؟ قالوا لا نخذلك ولا نختار العيش بعدك. قول وفعل مو مثل عقيل. البارحة مرة معنا أن عقيلا قال مثل هذه العبارة لأمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إليه، شنو قال؟ هم قال له أنا ما أتحمل الحياة من بعدك، ما أتحمل أعيش من بعدك. وش قد عاش من بعدك؟ 20 سنة وأكثر. ومع من كان؟ مع معاوية. وبعد ما قبض منه وين اللي ما يتحمل المعيشة من بعد أمير المؤمنين؟ وين هذا؟ وين؟ قول بلا فعل. أصحاب الحسين ما كانوا من هذا الصنف الرخيص، ما كانوا يقولون كلمة لا يطبقونها. قالوا للحسين لا نخذلك ولا نختار العيش بعدك، وبالفعل سووه. كل واحد يروح يتقدم أمام إمامه يستأذن يقول أنا أقتل بين يدي إمامي قبله مو بعده. فقال عليه السلام إنكم تقتلون كلكم حتى لا يفلت منكم واحد. فقالوا الله أكبر الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك. وين تجد مثل هؤلاء؟ لن تجد مثلهم.